انا الرابور هذا ولا هذا الرابوره اللي غير رابي على جواز التوقيح وياخذ كيلو ديال الزطله بلديه 5 لتر ديال الزيت الروميه شكون قال حتى واحد اللي دوير عفن اللي دوير عفن ما تهورش ما عندناش حريه التعبير ما عندناش الدوله مازالت متخلفه ما عندناش مستشفيات جامعيه ما عندناش الاكسجين ولا الانتوباسيون ما لقيناش ما كايناش منشورات اللي كتبين الخطوره ما كايناش ديال هذا اللقاح اللي دوير عفن امبراطوريه الخوف والتخويف والترهيب ما يجلبوا لينا حتى يكونوا متاكدين عندها فعاليه بغينا الدواء باش نعتقوا المغاربه وبغينا نعرفوا الحقيقه راه اليوم تلقيح ليس باجباري احنا بغينا نسلوب بدوله الحق القانون اللي دوير عفن